عندما تم سؤال او عندما سئل الاستاذ جمال علام لماذا تم اختيار الكابتن ايهاب جلال، قالك عشان ما كانش فيه دولارات. هل من الممكن ان يتم اختيار مدير الفني لمنتخب زي منتخب مصر بهذا الشكل؟ لا طبعا، هي القصه مش موضوع دولارات، ما انا ممكن اجيب حد اسم برضه هناك برضه بدولارات قليل. وبعدين انت النهارده ازاي ما توفرش برضه دولارات؟ ازاي ما توفرش فلوس للاتحاد المصري بحيث ان انت تجيب حد؟ وبعدين يعني طب انت حتى لما جبت كابتن ايهاب جلال انت ما دافعتش عن كابتن ايهاب جلال. يعني انت لما جبت كابتن ايهاب جلال وبتقول ان مفيش فلوس انت ما دافعتش عن كابتن ايهاب جلال. انت الدنيا كابتن ايهاب جلال بتهاجم قبل ما يمسك. فانت ليه ما وقفتش؟ بعدين انا شايف ان كل واحد يا كابتن اسلام بيحط المسؤوليه على التاني. يعني بتلاقي يقول لك ايه مفيش دولارات، بحيث ان لو الدنيا باظت يبقى خلاص انا ايه قلت اللي عندي في نفس الوقت لو كسبنا خلاص يبقى الدنيا زي الفل واتحاد كويس. ولو في حاجات بايظه هتتدارى. لكن انت النهارده الهزائم والعدم سيستم وعدم نظام بيطلع بتكتشف الحقيقه. والنادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي خلي بالك برضو عشان الناس بس تتكلم على موضوع المؤتمر كابتن خطيب والى اخره، المؤتمر ده ملوش دعوه بهزيمه وفوز. احنا النادي الاهلي كابتن خطيب بيدور على حقوق النادي، وهو ممثل للنادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي بيدور على حقوق النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي بيدور على حقوقه بالمستندات وبالورق. لكن وفي الاول وفي الاخر لو في ماتش، احنا النادي الاهلي باركنا للوداد وما فيش ادنى مشكله خالص بالنسبه للروح الرياضيه. لكن طبيعي ان الكابتن الخطيب النهارده والمجلس الاداره يبقى في اجتماع ويقفوا ويطالبوا بحقوقهم. ف كشفنا برضو او النادي الاهلي كشف حاجات كتيره جدا كانت موجوده في الاتحاد. وخلي بالك ده الكلام ده من بقاله فتره يا كابتن اسلام. مش من حتى من مش من المجلس الاداره اللي موجود في اتحاد الكوره دلوقتي. ده الحاجات اللي قبل كده. ما هو انت لما يكون في اساس يعني مش صح هتلاقي توابع بتاعته مش كويسه مش مظبوط. طيب هل ترى مستقبل منتخبنا الوطني مع كابتن ايهاب؟ يعني اللي احنا عرفناه ان هو كابتن ايهاب لن يكون متواجدا ابتداء من يوم الخميس رسميا. يعني بص، هو كابتن ايهاب طبعا مدرب كويس جدا من المدربين الكويسين، ولكن هو قبل سوء توفيق غير طبيعي. الفتره اللي بين الحلو والتجديد بين الجهاز الفني اللي قبليه وهو خد فتره بسيطه ما لحقش يعمل حاجه. تاني حاجه غيابات غير طبيعيه، اصابات غير طبيعيه، فكان هو مش محظوظ. فاعتقد يعني بالنسبه للنتائج واللي احنا شايفينه اعتقد ان كابتن ايهاب ممكن ما يكملش. الاهم من ان مين اللي هيكمل يا كابتن اسلام؟ مين اللي جاي؟ مين اللي جاي؟ الاساس لازم يبقى فيه اساس كويس. لازم يختار. هل الناس هنا تقول لك ايه اللعيبه دي يا امير؟ ما هي نفس اللعيبه اللي كانت موجوده مع كارلوس كيروش من شهرين. شهر انا معاك، بس كيروش ما كانش فيه اصابات الخمسه سته سبعه المحترفين. اوكي، اهم ناس ما كانوش كانوا مصابين. مرموش كان سليم، النهارده اتعور. يعني من الناس برضو اللي هي اللي زادت عليهم. عندك اعتقد ياسر ابراهيم برضو تعب، محمد عبد المنعم اصابات. فانت يعني برضو الناس دي كانت مع كروش كانت موجوده وكانش فيه اصابات، وهو نفس النظام وكل حاجه. لكن انت برضو يعني ممكن التوفيق بيجي من الحاجات اللي هي الصغيره دي يا كابتن اسلام، اللي هي ما يكونش فيه نظام، ما يكونش فيه سيستم، تكون الناس شغاله مش صح، التوفيق بيجي من هنا. فانت يعني انا شايف من وجهه نظري ان الاهم اللي جاي انك انت تعمل نظام كويس، تعمل نظام للكره المصريه. الناس لازم يبقى في لعيبه برضو تانية خلي بالك كابتن اسلام موجوده، بس يعني عايزه تتشاف. كابتن ايهاب جلال ما لحقش يشوف الناس دي. يعني في اثنين ثلاثه ممكن يكونوا مميزين في انديه مثلا ما كانوش موجودين، لكن ما لحقش يعمل اي حاجه وخد بنى على القديم، والقديم كان في نهايه الانهيار. فاهمني يا كابتن؟ فالدنيا لازم الناس تقف، لازم يبقى في وقفه، وتكون اللعيبه اللي هي المصابه دي رجعت ان شاء الله ومتنساش. يعني حجازي كمان دوره مهم جدا، يعني عبد المنعم، ناس مؤثره جدا في السكواد اللي موجود مش موجودين. فيعني اتمنى التوفيق اللي جاي ان شاء الله، بس الناس كلها تبقى تساند بقى ويبقى واقفين مع بعض. طبعا.